حالة من الهلع الشديد والترقب يعيشها السوريون بعد تأكيدات المختصين بإمكانية تعرض البلاد إلى حدث كبير خلال الأيام القليلة المقبلة، ربما لا يمر مرور الكرام على البلاد. الخبراء طالبوا المواطنين بتوخي الحذر وشددوا على الالتزام بالتعليمات والنصائح، وطالبوا السلطات بالاستعداد لحالات الطوارئ في حال تفاقم الأحداث. كثرة الأحاديث والأقاويل عن إمكانية تعرض سوريا إلى حالة جوية غير معتادة خلال الفترة المقبلة بعد تعرض المنطقة الساحلية مؤخراً لظاهرة تنين البحر أو الشاهقة المائية لمرتين أواخر الشهر الماضي، وهو توقيت لا تحدث فيه هذه الظاهرة عادة. خبراء في علم المناخ قالوا إن ارتفاع درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل السورية بشكل كبير في صيف العام الجاري ينذر بظروف جوية غير معتادة. رياض قرة أستاذ علم المناخ في جامعة تشرين في اللاذقية قال إن التوقعات المحتملة بخصوص الحالات الجوية في سوريا هي زيادة وتيرة الظواهر المناخية غير المعتادة مثل العواصف الرملية والأعاصير بدرجة أقوى في غير توقيتها المعتاد، واستبعد تكرار ظاهرة التنين البحري التي حدثت عدة مرات بشكل متفاوت أواخر الشهر الماضي، ولكن اعتبرها دليل قوي على أن المنطقة مقبلة على تغيرات في طقسها ومناخها بشكل كبير في الفترة القادمة. نتائج التغيرات المناخية التي تحدث على مستوى العالم تظهر في سوريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل واضح. تأتي نتيجة التغيرات المناخية استمرار ارتفاع درجة حرارة مياه البحر قرب السواحل السورية، من المرجح أن يؤدي إلى حدوث تأثيرات كبيرة على المناخ والطقس في المستقبل، ومن المتوقع أن يشهد مناخ البحر المتوسط تغيرات ملحوظة بعضها يمكن اعتباره غير معتاد. كافة التوقعات تشير إلى أن درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط سوف تستمر بالارتفاع خلال السنوات القادمة، الأمر الذي ينذر بشدة الظواهر الجوية الصعبة والأمطار الغزيرة. تداعيات التغيرات المناخية المحتملة كبيرة جدا، ومن الممكن حدوث نقص حاد في المياه وتعرض العديد من المناطق لجفاف كبير رغم زيادة شدة الظواهر والأمطار في بعض فصول السنة، حيث أن حدوث تغير في أنماط هطول الأمطار من الممكن أن يجعل مناطق محددة تعاني لفترة كبيرة. وليس هذا فحسب، بل يمكن أن تعاني البلاد من نقص حاد في الموارد المائية، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على الزراعة والغابات، حيث أن تغير الأنظمة المناخية ينذر بطقس أكثر قسوة وصعوبة، والممكن أيضاً أن نشهد فصول انتقالية شديدة القسوة مثل شتاء دافئ نسبياً أو ربيع تتخلله بعض موجات الحر الصريحة وارتفاع درجات الحرارة أكثر مما هو معتاد. وخلاصة القول إن البلاد على موعد مع طقس أكثر قسوة خلال الأيام المقبلة نتيجة التغيرات المناخية.